حابه اكلمكم بقى على شويه معلومات كده مهمه جدا. اي حد بيتفرج علينا سواء كان رجاله، ستات، اطفال، كبار سن، او اصحاب الامراض المزمنه زي الضغط او السكر او مقاومه الانسولين او مشاكل العظم، اي حد يا جماعه عنده مشكله السمنه او زياده الوزن، هقول لكم دلوقتي ايه هي اسباب السمنه، واتحدى اي حد بيتفرج علينا عنده سمنه او زياده في الوزن بره الست اسباب اللي انا هقولهم دلوقتي للسمنه. اول سبب معانا ان انا يكون شهيتي عاليه، باكل اكل كتير، باكل حلويات كتير، باكل نشويات كتير، رز ومكرونه وعيش وسكريات كتير، ده اول سبب. الشهيه المفتوحه ودي تعتبر 60% من الحالات، الناس اللي عندها سمنه او زياده في الوزن بيكون بسبب الشهيه المفتوحه، ان انا ما بعرفش امنع نفسي عن الاكل، باكل في كل الاوقات، جعانه على طول، فرحانه باكل، زعلانه باكل، تعبانه باكل، مكتئبه باكل، عايزه انام ممكن اكل. يعني كان في ناس كتير تقول يا دكتورة حنان أنا عندي من كتر ما أنا شهيتي مفتوحة أنا ممكن أكون نايمة في سبع نومة، أصحى أحس إن أنا جعانة، آكل وأرجع أكمل نوم تاني. فده أول سبب معانا هو الشهية المفتوحة. تاني سبب معانا وهو ضعف الحرق. ناس كتير هتقول يا دكتورة حنان أنا عندي مشكلة إنه أنا ما باكلش كتير أو ما باكلش، يعتبر أكلتي ضعيفة جدا جدا، وبلاقي نفسي بزيد في الوزن، بمجرد ما بشم ريحة الأكل بزيد في الوزن. فده بنقول بسبب ضعف الحرق أو معدل حرق الجسم هنا بيكون قليل جدا، فأي حاجة بتاكليها بتتحول لدهون بتزودك في الوزن على طول. رقم ثلاثة، السيدات اللي كان جسمها كويس قوي وبعدين حصل ولادة للطفل الأولاني، للتاني، للتالت، حصل زيادة في الوزن بعد الولادة. رابع سبب معانا وهي العوامل الوراثية، إن أنا عندي الأب أو الأم أو الجدة أو الجدة أو الخالة أو الأخ عندنا سمنة، فحصل بالتبعية سمنة للولاد، وطبعا دي بتبقى موجودة في الأطفال برضو، يعني هو بيبقى مولود من ساعة لما بتبقى مولودة لحد لما يبقى عمرها 60-70 سنة هي عندها سمنة ما بتخسش. ده خامس سبب معانا. سادس سبب معانا إنه أنا لعبت رياضة، والرياضه للاسف ايا كان بقى رياضه جيم او كره قدم او اي حاجه، ووقفت او بطلت رياضه، فبلاقي ان حصل زياده في الوزن. ليه؟ لان الكتله العضليه اللي اتكونت في فتره الرياضه دي بالتبعيه لما بتقفي عن ممارسه الرياضه او ممارسه النشاط الرياضي في اي حاجه بتتحول الكتله العضليه لدهون، فبيحصل زياده في الوزن. السبب الاخير معانا وهي الادويه اللي بتزود في الوزن. ناس كتيره بيبقى وزنها كويس، تيجي تاخد ادويه زي مضادات الاكتئاب، زي هرمونات الحمل للسيدات، زي الهرمونات اللي بتنشط المبايض عند السيدات، زي كمان الكورتيزون بيحبس ميه تحت الجلد فبتزيده في الوزن، زي كمان الفيتامينات اللي هي بتاعت الشعر اللي هي فيها ماده اسمها البيوتين، دي بتزود في الوزن، فاي ادويه او اي علاجات زدتوا عليها في الوزن. طيب الست اسباب دول اتحدى اي حد بيتفرج علينا عنده سمنه او زياده في الوزن يكون السمنه بره الست اسباب دول. طيب الست اسباب دول انا ليا الحل بتاعي، الحل بتاع التخسيس او حل ان انتوا تنزلوا في الوزن مع كورس الاناسيليم. يعني هينفع ان انتوا تنزلوا في الوزن مع كورس الاناسيليم لو شهيتكم عاليه، الناس اللي عندها ضعف في الحرقه او معدل حرق عندها قليل مع كورس الاناسيليم هتنزلوا في الوزن على الاقل خالص 10 كيلو في الشهر. الناس اللي عندها اللي بتاخد ادويه او علاجات هتنزلوا مع كورس الاناسيليم. الناس اللي بتمارس النشاط الرياضي وقفت عنه هتنزلوا برده مع كورس الاناسيليم. من اول ما اتولدتي لحد دلوقتي وانت عندك سمنه عوامل وراثيه هتنزلي برده مع كورس الاناسيليم. الناس اللي بتاخد ادويه وزودتها في الوزن هتنزل مع كورس الاناسيليم. ليه؟ لان كورس الاناسيليم يا جماعه كله مواد طبيعيه 100%، ملوش اي اثار جانبيه، ملوش اي اضرار، بيقدر ينزل في الوزن لاي حد. خلي بالكم بقى من النقطه دي، لاي حد بيتفرج علينا دلوقتي هتقدروا تنزلوا مع كورس الاناسيليم من 10 كيلو ل 15 كيلو في الشهر الواحد، تمام؟